كما كتشوفوا الشغيله الصحيه بطنجه اصيله تنتفض على الاوضاع اللي كتعيشها الشغيله الصحيه على الصعيد الوطني، خصوصا بعدما تهربت وتتنصل الحكومه من الالتزام بالمحاضر والمحاضر والاجتماعات اللي وقعتها والاتفاق اللي وقعناها التنظيمات النقابيه مع الوزاره. للاسف الشديد التنسيق النقابي كما سبق وقلنا سطر واحد البرنامج تصعيدي اولي وممكن ان نمشيو للتصعيد الاكثر من ذلك. كما كتشوفوا اليوم بدينا الوقفه ديالنا امام الباب ديال المستشفى الجهوي محمد الخامس وخرجناه الباب المستشفى باش يعرفوا المواطنين اننا نحن اصحاب حق، نحن نناضل اولا على كرامتنا، لا نناضل على اي شيء، نناضل على كرامتنا وهي الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الاجور. هذا هو المطلب الاول والاخر، هو الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الاجور. النقطة الثانية هو التزام الحكومة والوزارة بما اتفقت معه علينا. لا يعقل ان يتم تسويق من بعد أذناب ديال الوزارة بأن الموظفين استافدوا من واحد الزيادة. للأسف الشديد هاد الأذناب ديالهم كيخدموا أجندات معينة، لم يتم صرف أي تعويض أو أي زيادة في لي سالير ديال الموظفين. للأسف الشديد هناك منهجية للقضاء على الوظيفة الصحية، للقضاء على المستشفيات، هناك توجه لخوصصة هذا القطاع. نحن نحذر الوزارة من المنبر ديالكم ونحذر معها الحكومة بأن الشغيلة الصحية كما انتفضت اليوم وخرجت الباب ديال المستشفى ممكن باش نقلوا المعركة النضالية ديالنا إلى الشارع، ممكن نقلوا المعركة النضالية ديالنا للشارع لأن الشارع هو المفصل بيننا وبين هذه الوزارة. لم يتحقق إلى يومنا هذا، أقول وأكرر لم يتحقق أي مطلب من اتفاق لسنينا مع الوزارة.